ثامنا ابن تيمية إمام توحيد بخلاف مراجع الشيعة بإقرار القمي أليف. يحتمل أن يكون القمي علي بن إبراهيم من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، حيث قال الشيخ الطوسي في رجاله أصحاب أبي الحسن الثالث علي بن محمد عليه السلام علي بن إبراهيم، وقال الخوئي الظاهر أنه علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. با قال الشيخ الطوسي في الفهرست علي بن إبراهيم بن هاشم القمي له كتب، منها كتاب التفسير وكتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب المغازي وكتاب الشرايع وكتاب قرب الإسناد. جيم قال النجاشي في رجاله علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر، وله كتاب التفسير، كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب قرب الإسناد، كتاب الشرايع، كتاب التوحيد والشرك، كتاب المغازي. دال الخوئي في رجاله نقل ما ذكره الطوسي والنجاشي وبين إن القمي صاحب التفسير من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، وإنه ثقة ثبت معتمد صحيح المذهب. ها لكن تفسير القمي يثبت أن القمي أفاك طعان بعرض النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سباب لعان للصحابة رضي الله عنهم، مؤكد على تحريف القرآن. إضافة لذلك فإن تفسير القمي قد أثبت أن القمي مشبه مجسم. ميم المحقق الخوئي نقل عن الشيخ الطوسي أن الشيخ المفيد قد أخبره بروايات القمي. قال الخوئي قال الشيخ الطوسي في الفهرست علي بن إبراهيم بن هاشم القمي له كتب، رواياته أخبرنا بجميعها جماعة، وأخبرنا بذلك الشيخ المفيد عن علي بن إبراهيم. نون يظهر من كلام الطوسي أن المفيد قد استثنى حديثا واحدا، حديث تحريم لحم البعير، من مجموع أحاديث القمي الكثيرة جدا الموجودة في كتبه كالتفسير والشرايع وغيرهما. قال الخوئي قال الطوسي القمي له كتب، منها كتاب التفسير وكتاب الشرايع، رواياته أخبرنا بجميعها جماعة، وأخبرنا بذلك الشيخ المفيد عن علي بن إبراهيم، إلا حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرايع في تحريم لحم البعير، وقال لا أرويه لأنه محال. سين بعد اطلاع الشيخ المفيد على الكتب ورواياتها فإنه أخبر الطوسي بها باستثناء حديث واحد، وقد برر المفيد استثناءه للحديث بأن الحديث محال لا أرويه لأنه محال. فهل سار الخوئي على منهج المفيد في البحث والتحقيق والتدقيق والنقل؟ هل كان الخوئي محققا أمينا في تعامله مع كتاب تفسير القمي بحيث راجع كل رواياته فكانت موافقة للعقل والخلق والشرع فلم يستثني منها شيئا؟ عين لقد اطلع الخوئي في مقدمة تفسير القمي وقد استدل منها بمقتبس على وثاقة الرواة وصحة الروايات. أشار القمي إلى أن مختصرات أبواب كتاب التفسير التي ذكرها في مقدمة الكتاب تكفي للاستدلال والعلم بما جاء في الكتاب، وأن هذا الفهم والعلم من مختصات من شرح الله صدره وقلبه للإسلام. فهل الخوئي من هؤلاء؟ ختم القمي مقدمة تفسيره بالقول، ونحن نذكر ذلك كله في مواضعه إن شاء الله تعالى، وإنما ذكرنا من الأبواب التي اختصرناها من الكتاب آية واحدة ليستدل بها على غيرها، ويعرف معنى ما ذكرناه مما في الكتاب من العلم، وفي ذلك الذي ذكرناه كفاية لمن شرح الله صدره وقلبه للإسلام ومن عليه بدينه الذي ارتضاه. المقدمة تشير بوضوح إلى مصائب التفسير وسقطاته ومهلكاته، لكن العجب لا ينقطع من تصحيح وموافقة الخوئي للقمي، فكيف صحح الخوئي كل الروايات المليئة بالخرافات والأكاذيب والفحش
والسباب والتشبيه والتجسيم وتحريف القرآن. قال سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. المهندس الصرخي الحسني.